احنا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نعمل كشريك معرفي للقمة الحكومية لقمة الحكومات على مدى 10 سنوات الماضية. في هذا العام ننتج عدد من البحوث والتقارير التي تتعلق بتوفير بيانات وتوصيات لصناع السياسات ولصناع القرار على مدى العالم، على المنطقة العربية والعالم. أهم تقريرين سنطلقهم هذا العام بالتعاون مع القمة هو تقرير التنويع الاقتصادي العالمي الذي يركز على دراسات وأرقام ل 112 دولة حول العالم عن مدى قدرتها على التنويع الاقتصادي، وتوضح لصناع القرار ما هي الفجوات التي يجب أن يعملوا عليها لتحسين اقتصاداتهم عالميا. والتقرير الثاني الذي نطلقه اليوم هو عن مؤشر التنمية المستدامة العربي، والذي يعطي صورة واقعية لليوم كيف يمكن للدول العربية أن تحسن من قدراتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بحالة التقريرين هما بيانات تغذي صنع القرار، ونعمل مع القمة العالمية للحكومات دائما لتوفير هذه البيانات لخدمة صانع القرار في المنطقة والعالم. دكتور فادي، لو تكلمني عن المجالات المتعددة التي تتم فيها بحوث السياسات أو المجالات المختلفة التي تتوغل فيها. تمام. في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عندنا في قسم إدارة أو إدارة بحوث السياسات نركز على 7 محاور رئيسية لدعم صناعة القرار فيها. أحد أهمها هي مستقبل الحكومات والابتكار، والذي يركز على دور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحول الرقمي في الحكومة، وكيف يمكن لصناع القرار الاعتماد على هذه التحولات لإدارة بلدانهم وحكوماتهم. القسم الثاني أو المحور الثاني يركز على السياسات الاقتصادية، وهي عامل أساسي في التنمية. والثالث هو يركز على التنمية المستدامة، سياسات التنمية المستدامة كالمناخ والتغير المناخي ودعم التنمية بشكل عام. ورابعا المحور السياسات التعليمية والسياسات التنموية والسياسات الصحية. في كل هذه المحاور تعطي إدارة بحوث السياسات والباحثين في كلية محمد بن راشد دور مهم لأخذ أو إطلاق عدد كبير من التوصيات التي تعزز صنع القرار على مستوى العالم.